الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 20 بعد 100 من دروس سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: باب يوم الحج الأكبر. حدثنا مؤمل بن الفضل، حدثنا الوليد، حدثنا هشام يعني ابن الغاز، حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. نعم. إذن هذا الحديث يبين لنا في أي يوم يكون الحج الأكبر، وهو في يوم النحر. ويوم النحر تجتمع فيه أكثر الأعمال أو أكثر يعني يجتمع فيه الذبح، يجتمع فيه الرمي والذبح والحلق والطواف والسعي لمن لم يكن سعى. هذه أعمال أصول في الحج كلها تجتمع في هذا اليوم. وقال بعضهم: الحج الأكبر، لأن العمرة أيضا نوع من الحج لكنها حج أصغر. فيوم الحج الأكبر هو يوم النحر، ويوم الحج الأصغر ليس هناك يوم الحج الأصغر، وإنما هناك حج أصغر وهو العمرة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم، أخبرنا شعيب عن الزهري، حدثنا حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأكبر الحج. نعم. كلمة الحج الأكبر الحج، أو حتى كلمة نعم الحج أكبر الحج، يعني أن، وهذا يقوي احتمال أن يكون مقصود بالحج الأكبر يعني بإزاء العمرة، بحيث الحج يكون حجا وعمرة، والحج الأكبر الحج، والعمرة هي الحج الأصغر. وبالتالي: ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأكبر الحج، يعني بإزاء العمرة. وهذا الحديث لعله في الصحيحين، لكن دون كلمة ويوم الحج الأكبر يوم النحر والحج الأكبر الحج، ولكن هذه الجملة يعني صحيحة، الجملة ومعناها واضح إن شاء الله تعالى. وهو يقوي ما سبق من أن يوم الحج الأكبر بالتحديد هو يوم النحر. وأبو هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث عليا رضي الله عنه بكتاب، وجعل في هذا، وكان في هذا الكتاب سورة براءة، وأمر الناس، بعثه إلى أبي بكر، بعثه إلى أبي بكر، حتى إن أبا بكر ربما ظن أنه بعثه أميرا عليه، ولكن علي رضي الله عنه أخبره أنه إنما بعث للتأذين بسورة براءة، والتأذين ببعض الأمور في ذلك الحج. وربما كان التأذين في ذلك الحج لكون النبي صلى الله عليه وسلم علم بقرب وفاته، وأن الحج القادم سيكون هو عليه الصلاة والسلام حاجا فيه، فهذا يهيئ المشاعر لمجيء النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث يجيء ولا يجد في البيت عريانا، ولا يحج مشرك، يعني يكون الحج مهيئا، يبقى فقط بيان المناسك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأشهر الحرم.
حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن محمد عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة أو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. نعم، هذا الحديث بالنسبة لإسناده بين محمد بن سيرين وبين أبي بكرة فيه راوٍ، والرواية القادمة مصرح بهذا الراوي وهو عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكرة، يعني بين محمد بن سيرين وبين أبي بكرة رجل وهو محمد بن أبي بكرة. وذكر أيضا المحقق أن بينهما واسطة أخرى وهو حميد بن عبد الرحمن الحميري، وهذا لا يضر، إسقاط مثل هذا الراوي لا يضر، لأن كل من الرجلين ثقة، يعني فالإسناد صحيح بهما وبدونهما، الإسناد صحيح. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أثناء خطبته يوم الحج: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. الآن بعض من يتكلم في قضية الإعجاز العلمي في القرآن يذكر أنه كان يتكلم عن قضية المناخ ويتكلم عن قضايا معينة وكذا، وأنه في ذلك الزمن يعني عاد المناخ كما كان، وأنه كذا، وأنه سيتغير بعد ذلك أيضا مرة أخرى، وعلق هذا بالمروج والانهار وكذا، لكن الحديث قد لا يفيد هذا المعنى، فحمله على هذا هو عبارة عن يعني ارتقاء على ظهر الحديث من أجل ترويج مسألة ما يسمى بالإعجاز العلمي. لكن الظاهر بحسب ما يعرف في مسألة قضية الأشهر الحرم والتأثير على الأشهر الحرم، إنما كان النسأ يعني أحيانا عندما يريدون أن يقاتل، طبعا كانوا لا يقاتلون في الأشهر الحرم، فيطول عليهم أن يكون 3 أشهر متوالية لا يقاتلون في 3 أشهر متوالية، يعني يتركون القتال في شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، فماذا يفعلون؟ يطول عليهم الأمر، بعد شهرين يقولون نؤجل شهر المحرم إلى شهر بعده، يعني نترك هذا الشهر ونفعل فيه ما نشاء ثم نقضي شهرا بداله، فنجعل شهر المحرم بدل صفر وصفر محرم، فشهر واحد يكون صفر وشهر اثنين يكون إيش؟ المحرم. واضح؟ ويقال إنه حصل بسبب كثرة التلاعب بهذه الأشهر اختلاف في تثبيت ذلك الشهر، في أي وقت كان الشهر المحرم وشهر صفر وشهر ذي الحجة. المهم من أشهر التلاعب بالأشهر الحرم أدى إلى ماذا؟ إلى الاختلاف، يعني طبعا الشهر يظهر بدايته ونهايته بحسب القمر، لكن أي شهر بالضبط؟ فيبدو أنه حصل اختلاف في هذه الأشهر، بحيث يعني في إحدى السنوات تكون هذا التاريخ صحيحا، وفي بعض السنوات تكون إيش؟ غير صحيح. السنة الذي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام كان على الجادة، كان على الجادة، وكان ذو الحجة في ذلك الزمن في مكانه، وبالتالي فليس هناك إشكال وليس هناك غلط، وحج النبي صلى الله عليه وسلم بحسب يعني ما على الجادة. قيل هذا من الأقوال في المسألة، وعليه فيكون إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني أن التوقيت كان صحيحا وأن الأشهر كانت في مكانها، فالله أعلم، يعني هذه من الأقوال التي قيلت في هذا. لكن يهمنا في هذا أنه إن الأشهر الحرم 3 سرد، وهي شهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، هذه 3 متوالية، و3 فرد وهي وواحد فرد وهو شهر رجب والذي يكون بين جمادى الثانية وبين شعبان.
والحج وأشهر الحج، أشهر الحج ما هي أشهر الحج؟ لا المحرم هو منها شوال وذو القعدة وذو الحجة. وذو الحج والحج يسبق يعني شوال من أشهر الحج، لكن ليس من الأشهر الحرم، ليس من الأشهر الحرم. وبالتالي فهنا فأشهر الحرم هناك اشتراك بين أشهر الحرم وبين أشهر الحج. فمن الأشهر الحرم ما ليس من أشهر الحج، ومن أشهر الحج ما ليس من الأشهر الحرم. فالذي هو من أشهر الحج وليس من أشهر الحرم شوال، والذي هو من أشهر الحرم وليس من أشهر الحج رجب ومحرم. المحرم ورجب، ورجب منفصلة. نعم طبعا يعني الحديث الذي أشرنا إليه يأتي إن شاء الله تعالى الإسناد. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى بن فياض، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: سماه ابن عون عبد الرحمن بن أبي بكرة في هذا الحديث. يعني واضح أن هذا إذا عبد الرحمن بن أبي بكرة فهو ثقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يدرك عرفة. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف الحج؟ فأمر رجلا فنادى: الحج، الحج يوم عرفة أو يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. قال: ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. قال أبو داود: وكذلك رواه مهران عن سفيان قال: الحج، الحج مرتين. ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال: الحج مرة. نعم. طيب هذا يعني هناك من سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنهم كانوا كثرا أمروا رجلا فنادى، النفر من أهل نجد فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اختار واحدا منهم الذي يسأل. والسر في ذلك أنه إذا اجتمع جماعة كبيرة جدا أو احتشد الناس، فالسؤال فسؤال رجل راكب وكل الناس يحيطون به يريدون أن يسألوا ليس أمرا سهلا. فحينئذ ماذا فعلوا؟ اختاروا واحدا منهم هو أنداهم صوتا وأكثرهم إيصالا للصوت، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج، فنادى الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام كيف الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا اختار رجلا فجعله ينادي، فالذي سمعوه ما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وإنما سمعوه من الرجل، لكنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جعله يملي عن ما سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ماذا يسميه الحديث في علم التحمل؟ هذا المسمع، المستملي والمملي، المملي والمستملي أو المسمع. ماشي، يقول فلان أملاه علي، وهذا المستملي ماذا يفعل؟ يكون حيث يمكنه سماع الصوت بدقة، ويكون من بعده يسمعونه، حتى إذا وصل عدد الناس إلى يعني حد لا يسمعه الناس استعملوا مستمليا آخر، والمستملي الآخر يسمع من المستملي الأول، وهكذا يستعمل مستملون في الحلقة. وهؤلاء المستملون لا يشك في نقلهم عن الشيخ، لا يشك. لماذا؟ لأن بعضهم يسمع بعضهم، الناس يسمعونهم. يعني المستملي روايته كالتواتر، واضح؟ يعني يمكن أن واحدا من الناس يخطئ، لكن المستملي صعب يخطئ.
لأن الذي يسمع قد يخطئ. أنا ممكن أسمعك تتكلم أخطئ في سمعك، أخطئ بين الزاي والصاد والسين وكذا، وأخطئ أحيانا يخطئ الإنسان إذا فخم الباء يظنها طاء، لكن مستبل لا يخطئ، لأنه إن أخطأ رده الناس. فرواية المستملي كتر ذلك، يقال لماذا مثلا يعني يستعمل المستملي؟ ألا يخشى أن يكون هناك، وبعدين هذا ينزل بإسناد، لا ينزل بإسناد، لأن رواية المستملي رواية على سماع من؟ على سماع الشيخ وسماع حضور الشيخ، وكل واحد من هؤلاء يحمل في يده ماذا؟ كتاب الشيخ أو نسخة عن كتاب الشيخ، قد تكون نسخة يعني مطابقة على كتاب الشيخ فهي موثوقة. إذن هذا أصل واضح في قضية ليش؟ قضية المستملي يسمع وينادي ويكون النداء ثابتا، وبالتالي هؤلاء أخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم إنما سمعوا من من؟ من المستملي. جميل. فماذا أملى هذا المستملي؟ نادى الحج 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 الحج، منهم من رواه الحج يوم عرفة أو يوم عرفة، ومنهم من روى الحج الحج يوم عرفة. بمعنى الأول قال الحج يوم عرفة، يعني أن الحج يبتدئ إجزاؤه من يوم عرفة، قبل يوم عرفة لا يجزئ. الثاني الحج، هذا مبتدأ، الحج يوم عرفة، هذه الجملة إيش؟ خبر المبتدأ، بحيث كأنه يقول الحج، يعرف الحج، ما هو الحج؟ هو الحج يوم عرفة. لذلك قال أبو داود وكذلك رواه مهران عن سفيان قال الحج الحج، يعني بموافقا لهذه الرواية، يعني محمد بن كثير هكذا روى عن سفيان، ومهران هكذا روى عن سفيان، كلهم يروونه بمرتين. ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان، يعني هناك يعني الخلاف عن من في الحديث، كلهم اختلفوا عن سفيان، سفيان راوي عليه مدار هذه الرواية، وفيه أنه قال الحج، يعني أنه قال الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه. يعني الحج يوم عرفة، لو أنك وقفت في عرفات في نهار يوم عرفة قبل الشمس، هذا هو المتوقع أن تفعله وعليه الجادة. لكن واحد جاء متأخرا وقد نزل الناس من عرفات، أفاضوا انتهوا نزلوا إلى المزدلف، ماذا يفعل؟ يذهب معهم ولا يذهب إلى عرفات؟ يذهب إلى عرفات. طيب الناس خرجوا من المزدلف، بعض الناس خاصة الضعفة ومن لهم حاجات خرجوا من 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 مزدلفة إلى منى قبل شروق الشمس، قبل طلوع الفجر حتى، ولا يبقى في المزدلفة إلا الأصحاء، يصلون صلاة الفجر ويذكرون الله حتى يسر جدا، ثم يذهبون إلى منى. في ذلك الوقت وقبل شروق وقبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر جاء ماذا يفعل؟ يذهب إلى عرفات. لذلك قال بعض أهل العلم ليلة عرفة بعد عرفة بخلاف بقية الليالي، يعني ليلة يوم عرفة وليلته بعده، أو يقال لعرفة ليلتان، ليلة طبيعية وليلة شرعية، لأن ليلة عرفة هي منى، أول ليالي منى، أو يوم يعني الليلة التي بعد يوم التروية اللي هي ليلة التاسع. إذن ليلة عرفة الثانية هي ليلة العاشر وهي ليلة العيد، فهي ليلة عرفة من ناحية الشرعية. طيب وصل فوقف في عرفات ساعة أو حتى لحظات، فماذا يفعل؟ ينبغي عليه أن ينطلق مباشرة ويصل إلى المزدلفة قبل أن يخرج وقت الفجر، يصلي الفجر وين؟ في المزدلفة. فإذا وقف في عرفة في ليل أو نهار وصلى صلاة الفجر في المزدلفة أتى الحج تاما، ما عليه دم، ما عليه شيء، طالما أنه لم يقصد التأخر ولم يتعدى، ما يعني عمل ما عليه، اجتهد أن يأتي في الوقت
فهذا الذي حصل له. كان الناس يأتون من بعيد، ربما قطع أحدهم المسافة واحتاج إلى ذلك في 10 أشهر أو أكثر. هذا اليوم قد يعني قد لا يأتي بالضبط قبل 4 أو 5 أيام، ماذا يفعل؟ هذا جاء في هذا الوقت، نقول له ما صح حجك؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن يعني أدنى ما يقف فيه الإنسان ويدرك به الحج. الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع، يعني من وصل ووقف على عرفات وأدرك الصبح ما فاته صلاة الصبح فتم حجه، هذا انتهينا منها. أيام منى 3، إذا تجاوزنا نحن إيش الآن؟ تجاوزنا يوم الحج، لأن أيام منى ولا واحد منها فيه يوم الحج، يوم الحج اللي هو يوم النحر. فعندنا ما قبل يوم النحر وهو الوقوف في عرفات وصلاة الفجر في المزدلفة. وأيام منى 3، إذا احنا تجاوزنا يوم النحر، أيام منى 3. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني من تعجل فرمى فقط في يومين ماذا يفعل؟ يخرج قبل غروب الشمس من منى. أما إذا مكث في منى مختارا حتى غربت عليه الشمس لزمه مبيت ليلة أخرى ورمي الثالث ويعتبر متأخرا. إذن بأي شيء يعد متأخرا؟ أدنى شيء يعد فيه متأخرا أن تغرب عليه الشمس يوم 12 وهو في منى يبيت. ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني من اختار وبقي فإنه يرمي الجمرة ثالث يوم أو اليوم الرابع من أيام العيد وهو الثالث بعد العاشر. قال: ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أمر من ينادي بذلك وجد النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر صار يعني له أهمية والناس يسألون، فبدل أن يسأل يعني أن يسأله أحد بعد ذلك ماذا فعل؟ صار واحد مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينادي بهذا الأمر، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا عامر أخبرني عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبلي طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم. طيب، الرجل هذا يعني هذا يعتبر مثالا واضحا لما ذكرنا قبل قليل. هذا جاء من جبل طي وقطع جبالا وهو يمشي، ويذكر هنا ما ترك يعني ما يرتفع عن الأرض إلا وقف عليه طول الطريق. هو إيش يعني؟ يطلع الجبل يقف وينزل، يطلع حتى وصل إلى المزدلفة. لكنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالموقف، بل يظهر أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر، لأن فيه من أدرك معنا هذه الصلاة، أي صلاة؟ الفجر. قال: جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. وفي نسخة من جبل، الحبل أصغر من الجبل، حبل يعني كوم أو مرتفع قليل. قال: فقال نعم، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة، يعني أنه وقف بالمزدلفة وأدرك الفجر، هذا أقل شيء، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. هنا مسألة ذكرها أهل العلم، من يعرف ما هي المسألة في هذا الحديث؟ خلاف في ركنية أحد أعمال الحج. تفضل. نعم، صلاة فجر مزدلفة، بعضهم قال إنها ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة. وقال بعضهم: بل إنه واجب،
بل إنه واجب. طبعا كونه واجبا هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، لكنه ليس بدلالة هذا الحديث وحده، بل بكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لأحد أن ينصرف من المزدلفة إلى منى إلا من كان له حاجة، وما كانوا يخرجون إلا باستئذان. ما كانوا يخرجون إلا بماذا؟ إلا باستئذان. وهذا لو كان مباحا لهم أن يخرجوا منه ما كانوا يخرجون بدون إذن. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوبه وأنه لا ينبغي تركه. فإن تركه تارك بغير عذر فإن عليه دما، يعني يذبح عليه فدية لترك نسك. أما كونه ركنا فلا يظهر. وأما معنى هذا الحديث فربما يفهم منه أنه من أدرك هذه الصلاة يعني على وجه الركنية، إذا لم يدركها فاته الحج. ولكن هل لا نفهمه بطريقة أخرى؟ بحيث قال لو أنه وقف في عرفات بعد هذه الصلاة لم يدرك، أما إن أدرك قبل هذه الصلاة فقد أدرك، بمعنى أنه من أدرك معنا هذه، طيب من أدرك قبل هذه الصلاة له ذلك الحكم ولا ما له؟ يعني من أدرك الوقوف في المزدلفة قبل هذه الصلاة وقد وقف في عرفات قبل ذلك، ها؟ ثابت ولا ما هو ثابت له هذا الحكم؟ طيب لو واحد أدرك من أول الليل في المزدلفة وكان قد وقف في عرفات قبل ذلك ثابت ولا لا؟ طيب لماذا لا يكون مقصود من على الأقل يكون أدرك صلاة الفجر في المزدلفة ويكون قبل ذلك على الأقل وقف في عرفات، فمن تأخر عن هذا التوقيت لم يدرك شيئا. وضح الوجه؟ يعني من تأخر إلى درجة أنه لم يتمكن من الوصول صلاة الفجر إلى المزدلفة فاته إيش؟ الحج. فإذا أدرك قبل ذلك بحيث أدرك الصلاة صلى في المزدلفة وكان قبل ذلك وقف في عرفات هذا أدرك، هذا أدرك يعني على الأقل يدرك صلاة الفجر. وعليه فإنه لو أنه وصل إلى عرفات قبل ذلك بحيث وصل في النهار نهار عرفات ونزل بعد الغروب عند الغروب ووقف في المزدلفة، في أي وقت وقف في المزدلفة وخرج من المزدلفة فقد أدى أقل الواجب، أقل ما يعني الحد الأدنى، وهو أنه وقف في عرفات في وقت يمكنه معه أن يدرك المزدلفة من الفجر فما دون وليس الفجر فما فوق. وضح؟ وعليه فصلاة الفجر في المزدلفة ليست ركنا، لأن ليس المقصود أنه من أدرك الفجر يعني من أدرك عرفات في النهار ووقف في المزدلفة إلى قبل الفجر ولم يدرك صلاة الفجر فقد فات الحج، وإنما هي عملية مركبة من إدراكه المزدلفة على أقل تقدير فجر وعرفات قبل ذلك بليل أو نهار، لكن قبل ماذا؟ قبل الفجر. فإن طلع الفجر وهو في قبل أن يقف على عرفات وليس في المزدلفة فقد فاته إيش؟ الحج. طيب النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الفجر في أي وقت؟ في أول جزء من أجزاء وقت الفجر، وكان هذا يعني أسرع وقت يعني بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. يعني قبل ذلك ما كان يصلي في هذا الوقت المبكر صلاة الفجر، وإنما كان يتأخر عن هذا الوقت قليلا. فإذا قال من صلى صلاتنا هذه يعني أنه لا بد من أن يكون قد وصل إلى عرفات في الليل قبل أن يدخل وقت إيش؟ الفجر. لأنه إذا صلى في عرفات في أي جزء من الليل وأدرك الفجر في المزدلفة كان بين المزدلفة وبين عرفات مسافة، حتى لو كان راكبا لأنه لابد من أن يقطع هذه المسافة، إذن فلا بد من أن يكون قام في عرفات في الليل حتى يكون أدرك صلاة الفجر مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة.
من لابد أن يكون أدرك في عرفات، صلى في يعني وقف في عرفات وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في المزدلفة. هو صلى في المزدلفة في أول وقت. قال ابن مسعود: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة في غير وقتها، قال في ذلك إلا صلاة الفجر في عرفات في المزدلفة. واضح يا أخوانا هذا وهذا المعنى أقرب من أن يقال إنه لابد من أن يصلي، يعني أن أراد أن يصلي الفجر في. ثم لو كان هذا ركنا ما سقط بالعذر، ما سقط بالعذر. يعني لو أن إنسانا لم يدرك عرفات، أو إنسان خرج الحج وصل قبل عرفات بقليل مرض وذهب به المستشفى وبقي إلى صبيحة يوم النحر، عفوكم، هذا معذور ولا غير معذور؟ ها؟ معذور، معذور، لكنه حج ولا ما حج؟ ما حج، يكون فاته الحج. إذن العذر لا يسقط الركن، ولكنه ماذا يفعل؟ يسقط الواجب. ولذلك المبيت في المزدلفة واجب، ومع ذلك فلو أنه كان إنسان لا يستطيع المبيت في المزدلفة، أو أن حاجة المسلمين كانت أن يكون في مكة مثلا مثل سقاية العباس، أو أن الرعاء يحتاجون أن يكونوا في ميناء رعاء الشاء والإبل من أجل النحر، فلا يستطيعون المبيت في المزدلفة، سقط عنهم ولا ما سقط؟ وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أذن؟ والضعف أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أذن؟ أذن. لو كان ركنا لماذا يأذن لأولئك؟ واضح؟ إذن المبيت في المزدلفة في الراجح والله تعالى أعلم أنه واجب، يسقط بالعذر، وأيضا يؤذن بالخروج منه من أجل شدة الحاجة، من أجل شدة الحاجة، وخاصة إذا كان حاجة عامة للمسلمين ونحو ذلك. يعني إذا فهم هذا أتصور أن الحديث لا إشكال فيه بعد ذلك إن شاء الله. نعم. جئت رسول الله من جبلي، هناك نسخة جبل. إيه نعم، النسخة التي قرأ أخونا جبل طيء، وأثرت أن أقرأ جبل طيء حتى نكون قد سمعنا النسختين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النزول بمنى. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم، فقال: لينزل المهاجرون هاهنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار هاهنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم. نعم، هذا الحديث أحد رواته في الظاهر والله تعالى أعلم حصل له وهم. من يقول لي ما الذي حصل؟ وهم في الإسناد وليس بالمتن. أي نعم، إيش من الذي وهم في هذا؟ هو ليس عن رجل، الحديث ليس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هو من مسلم عبد الرحمن بن معاذ التيمي الذي هو واحد من قوم محمد بن إبراهيم التيمي. هذا الرجل عبد الرحمن بن معاذ التيمي هو الذي شهد الحديث، هو الذي شهد المشهد وشهد الخطبة. فالظاهر والله تعالى أعلم، وإذ لم إيش معقول؟ طب انتبهوا، اقرأ الإسناد. هذا الإسناد فيه أحمد بن حنبل وعبد الرزاق ومعمر محمد بن إبراهيم التيمي ومعاذ بن أو عبد الرحمن بن معاذ، من سيكون؟ ها؟ وحميد الأعرج، حميد بن قيس الأعرج، حميد بن قيس الأعرج مع ذكر الرجل وبدون ذكره موجود. المشكلة في من تحت حميد، لماذا؟ لأن الروايات فيها حميد بن قيس الأعرج، ما هو حميد الأعرج الضعيف، انتبه، حميد هذا حميد بن قيس الأعرج المكي وليس الكوفي، في واحد ثاني حميد الأعرج كوفي ضعيف،
إياكم أن تخلطوا بينهما. هذا حميد بن قيس الأعرج المكي. فحميد روى عنه هذا الحديث معمر، وروى عنه هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد العنبري. جميل، ها، لعله معمر. طيب، هو معمر والله تعالى أعلم أن معمر وقع له وهم في هذا الحديث، فلعله ظن أن عبد الرحمن بن معاذ ليس صحابيا. فدخل عليه هذا الأمر، أنه كيف يكون سمع، لأن في رواية المصنف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية في أنه خطبنا. طيب، قال إذن هذا هو الظاهر والله تعالى أعلم، أن المحفوظ هو رواية عبد الوارث بن سعيد العنبري، وهو ثقة ثبت رمي بالقدر، لكنه بريء من ذلك، وهو حافظ المتقنين يعني، وهو أتقن من معمر في قضية يعني. معمر له بعض الإشكالات، ليس في كل رجل، ليس في كل من روى عنه، لكن في مثل يعني حميد يمكن وقوع مثل ذلك عنه، حميد بن قيس. وبالتالي لكن المحقق له فيما يظهر رأي آخر. قال المحقق هنا: رجال ثقات، إلا أن محمد بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن معاذ فيما قاله الذهبي في تجريد الصحابة. وعبد الرحمن بن معاذ التيمي هو ابن عمي طلحة بن عبيد الله، قال البخاري وغيره له صحبة، وعده ابن سعد مع مسلمة الفتح، مع مسلمة الفتح. طيب، إذا كان عبد الرحمن بن معاذ له صحبة فهو راوي الحديث بدون إشكال، يعني لو كان ليس له صحبة بيصير فيه إشكال مع روايته الحديث. جميل. وعلى خلاف ذلك، العلائي في جامع التحصيل ذكر أنه سمع محمد بن إبراهيم تيمي من عبد الرحمن بن معاذ، ذكر أنه سمع محمد بن إبراهيم التيمي من عبد الرحمن بن معاذ، فزال الإشكال. يعني لو جاءك اثنان من العلماء وقال واحد سمع والآخر قال ما سمع، أيهما الذي يعتمد؟ الذي يثبت، لأن الذي ينكر لم يقع له علم بسماعه في الغالب، ولكن الذي أثبت السماع الغالب أنه وقع له علم بسماعه، وهذا الأصل، وهذا الأصل. ولأنه ليس مدلسا فإنه ينبغي أن يكون محمولا على ماذا؟ على السماع. وضح؟ أرجو أن يكون واضحا إن شاء الله. وعلى كل حال، لو فرض هذا، يعني لو فرض أن الحديث عن رجل من الصحابة فلا يضر، يعني جهال الصحابة تضر ولا ما تضر؟ ما تضر، لكن سيكون أطول بكثير على قول المحقق. يعني سيكون محمد بن إبراهيم التيمي عن رجل، عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل، ها؟ وهذا كله بعد التابعين، تصور بعد يعني من فوق أهل التابعين، يعني حقيقة تطويل لا داعي له. وهذا الحديث صححه شيخنا رحمة الله عليه، وهو قال أيضا هو من مسند عبد الرحمن، وبالتالي أيد هذه الفكرة أنه إيش؟ أنه ليس هناك رجل الصحابة، نعم، ولا رجل بين محمد بن إبراهيم وبين عبد الرحمن. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب أي يوم يخطب بمنى. حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع. عفوك به. الآن بالنسبة للنزول بمنى، ما هي قضية توقيفية؟ يعني حيث تيسر وحيث تسنى ونزل الناس لا إشكال، بشرط أن يكونوا داخل إيش؟ داخل منى. والضابط في منى أن جبال منى، هي منى تقع بين جبال مستديرة، وجوه جبال منى منها، وظهور جبال منى ليست منها، وجوه جبال منى منها وظهورها ليست منها. لأنهم وضعوا الحواجز أو الإش اللافتات التي فيها حدود منى، هذه اللافتات وضعوها في أصول الجبال،
وتجد بعض الناس ماذا يفعل؟ يخيم في 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 شفا الجبل، في ناحية الجبل من الداخل، وعليه فيكون هؤلاء خارج منا الذين ايش يخيمون فوق هذه العلامات. هذا صحيح؟ ما هو صحيح، كلهم في منا، وكان ينبغي أن توضع هذه العلامات على رؤوس الجبال. لماذا؟ لأن وجوه منها وظهورها ليست منها، وهذا سبحان الله هو الأنسب، هو الأنسب. لكن لو ذهبت ورأيت الحج في عندما اجتمع عدد كبير جدا تكاد تقول لا يوجد مكان ينزل فيه الناس. يعني لو كان فعلا هذه العلامات هي الصحيحة، ما الناس لا تستطيع، ما يكفي منها، لا تكفي للناس. هذه الوجوه من لأنها جاءت في المحيط الخارجي، يعني المتر في محيط خارجي من منى كم يتسع؟ متر واحد محيط خارجي من منى كم يتسع؟ تعرف المتر كلما اتسعت الدائرة يكون حجم الساعة كم؟ أكبر. واضح؟ واضح القضية ولا لا؟ تخيل أنت الآن كل جبل من هذه الجبال له وجه، ويتسع هذا الوجه إلى خيام كثيرة. وتخيل أن كل هذه الجبال لها وجوه، وكل هذه دخلت في منى بعد هذه العلامات، هي تيسير على الناس ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قالا: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى. يعني كونه رأى عن رجلين، عن رجلين من بني بكر، هذا يضر؟ ها؟ لا يضر. لماذا؟ لأنهم من الصحابة. رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يضر ذلك، ذاك الإسناد صحيح، وفيه أنهم شهدوا الخطبة، وأن الخطبة كانت بين أوسط أيام التشريق، ونحن عند راحلتي، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى. بس هذا يعني يوجد إشكالا. الذي نعرفه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب في عرفات، وأيضا خطب يوم النحر. وإذا قلنا أوسط أيام التشريق فقد يفهم منه أنه اليوم الثاني عشر، صحيح؟ ما في خطبة في يوم الثاني عشر، ما في خطبة في يوم الثاني عشر. لعله حصل يعني خطأ في اللفظ، أو حصل وهم أو غير ذلك، الله أعلم. وإلا فليس هناك شيء في أوسط أيام التشريق، ما في خطبة في أوسط أيام التشريق. يعني إن حصل شيء في أيام التشريق في مسجد الخيف مثلا، الناس تصلي فيه، تصلي فيه، وقد يجلس الناس فيه، قد يحصل مثلا موعظة كذا، لكن ما في خطبة في أوسط أيام التشريق. ما في شيء سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أوسط أيام التشريق أنه يصلى فيه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن، حدثتني جدتي سراء بنت نبهان، وكانت ربة بيت في الجاهلية، قالت: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ قال أبو داود: وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي إنه خطب أوسط أيام التشريق. يعني ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين، نعم، ما روى عنه غير أبو عاصم النبيل، فهو مجهول العين، قال ابن حجر مقبول، نعم، بالتالي الإسناد ضعيف. وعلى كل حال فهذا يعني إسناد، وإن كان قد يشهد للسابق، لكنه غير لكن المسألة غير محفوظة. يعني كونه خطب في أيام التشريق ما هو محفوظ، المحفوظ أنه خطب يوم، يعني بالنسبة لمنى، يعني كلم خطبة منى أنه خطب يوم النحر، يعني في منى خطب يوم النحر. نعم. قال رحمه الله تعالى: من قال خطب يوم النحر؟ حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا هشام بن عبد الملك
حدثنا عكرمة حدثني الهرماس بن زياد الباهلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى بمنى. هذا هو المحفوظ، هذا هو المحفوظ، أنه أن خطبته بمنى كانت يوم الأضحى، اليوم الأول أو يوم العيد، يعني يوم العيد. وقال المحقق هنا إسناده صحيح، وهذا فيه نظر، لأن عكرمة هو عكرمة بن عمار، فيه كلام لكنه لا ينزل على رتبة الحسن. قال فيه ابن حجر صدوق يغلط، يعني قضية إسناد صحيح هذه غير واردة. إذن الإسناد الحديث صحيح لكن إسناده حسن. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مؤمل يعني ابن الفضل الحراني حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر حدثنا سليم بن عامر الكلاعي سمعت أبا أمامة يقول سمعت خطبة النبي سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. يعني هذا يؤيد ما سبق. نتم بعد الأذان إن شاء الله. الذي لم يؤدي الحج قد لا يكون يعني قادرا على استيعاب المسائل هذه، اللي ما حج قبل ذلك، وحتى من حج يعني منذ زمن طويل قد يعني يصعب عليه يعني مواكبة الكلام وفهم الموضوع. حتى إن من العلماء من كتب في الحج ولم يحج فحصل لهم أغلاط عجيبة. بسبب ماذا؟ يعني سبب عدم تصور الأعمال. ها؟ اللهم آمين. ذلك الذي يريد أن يحج إذا تيسر الإنسان حج فعليه أن يراجع هذه الأمور، وعليه أن يعني أن يقرأ عن الحج وأن يدرس عن الحج، ويفضل أن يكون هناك دورة يعني مكثفة عن الحج قبل وقت الحج، يكون يعني قريبا يمكن يعني ضبط هذه المسائل في الذهن. أيضا حتى لا ننسى نؤكد على موضوع الأحد إن شاء الله، يعني بعد الصلاة نؤكد على موضوع الأحد يوم الأحد. تفضل. الحمد لله رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أي وقت يخطب يوم النحر؟ حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي حدثنا مروان عن هلال بن عامر المزني حدثني رافع بن عمرو المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء،
وعلي رضي الله عنه يعبر عنه، والناس بين قائم وقاعد. نعم، هذا التبويب في أي أو أي يوم يخطب أو أي يوم يخطب، وفي نسخة أي يوم أو أي وقت عفوا أي وقت يخطب، وفي نسخة أي وقت يخطب يوم النحر، ولعله استغنى في هذه النسخة عن ذلك بأنه كأنه قال استقر فيما سبق أن الخطبة تكون يوم النحر وانتهينا. إذن بقي في أي يوم أو في أي وقت يخطب، في أي وقت يخطب يوم النحر، يعني يوم النحر متى تكون خطبته؟ بالنسبة ليوم عرفات عرفنا خطبته قبل الزوال. عرفات خطبته متى؟ قبل الزوال، وبعدما زالت الشمس كان انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من خطبته وصلى الظهر والعصر جمع تقديم ودخل إلى. لكن يوم النحر متى كانت خطبة؟ في الضحى، عندما ارتفعت الشمس يوم النحر خطب الناس ثم انطلق وصلى في مكة، طاف في مكة وصلى الظهر في مكة. تمام؟ إذن كان هناك وقت كافي من النبي عليه الصلاة والسلام بعد شروق الشمس، يعني بعد شروق الشمس مباشرة رمى الجمار ونحر وحلق وخطب وانطلق إلى مكة وطاف وصلى في مكة صلاة الظهر. إذن كان مبكرا ولا متأخرا خطبة النحر؟ مبكرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر الإمام في الخطبة بمنى. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع إصبعيه السبابتين ثم قال بحصى الخذف، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. نعم، هذا الحديث فيه من الفوائد تقوية أن حذف الرجل، أن رجلا من قومه سمع رسول الله يعني قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الرجل غير موجود. وفيه تصريح عبد الرحمن بن عاد بالسماع ولا لا؟ وين؟ خطبنا يمكن يكون ما صرحش بالسماع، خطبنا مثل ما قال ففتحت أسماعنا. وإن كان خطبنا الأصل فيها أنها مثل حدثنا يعني، لكن حتى لا يقول قائل والله مثلا حصل فيه تدليس، ومثل ما يقول مثلا واحد من أهل البصرة مثلا حدثنا عبد الله بن عباس يقصد إيش؟ يعني حدث أهل البصرة. لا، هنا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، يعني أنه كان في إذن شهد ولا ما شهد؟ شهد، وهذا صحابي صغير لكنه شهد منى وسمع. قال: ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. هؤلاء، وهذه منقبة للحجاج في حجة الوداع، أنه حصل لهم ماذا؟ علامة من علامات السماع. يعني المقصود هو هي لا شك أنها من علامات النبوة، ما كان فيه أجهزة تسمعهم، لكن هذه من المناقب، أنه ممكن الحاج مثلا ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وفاته الفضل، لكن أما يكفيه أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون له فضل؟ كل واحد منا يتمنى لو أنه يعني سمع ولو حرفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل عظيم لأهل الحج أنهم سمعوا يوم النحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وإن كانوا في منازلهم. وهذا يثبت أن عبد الرحمن بن عاد صحابي ولا ما يثبت؟ يثبت، خلاص ثبتت له الصحبة، لذلك جزم البخاري بصحبته، البخاري في التاريخ قال له صحبة، جزم
بصحبته. قال: فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار. فطفق يعلمهم، يعني أخذ عليه الصلاة والسلام يتكلم إليهم في معرفة المناسك، يبين لهم مناسك الحج. استمر حتى بلغ الموضع الذي هم فيه، هم كانوا فيه إيش؟ في يوم النحر. حتى بلغ الجمار يعني رمي الجمار، يعني أنه يعني وصل في المعلومات اللي علمهم إياها إلى إيش؟ إلى رمي الجمار. فمن كان فاته شيء قبل ذلك ما فعله يستدرك، اللي فاته شيء من أعمال الحج مثلا يستدرك. حتى بلغ الجمار، لما بلغ الجمار، وليس المقصود أنه وقف عند الجمار وبعدين ما علمه شيء آخر، وإنما يقول هذا الراوي الصحابي، يقول: حفظت من النبي عليه الصلاة والسلام مسألة في هذه المعلومات اللي ذكرها. ما هي؟ حتى بلغ الجمار قال: ثم قال بحصى الخذف. يعني هذه معلومة فرعية، يعني يقول: أنا إيش حفظت هذا. أنت لما تسمع خطبة من الخطب ويقال لك: إن سمعت الخطبة، نعم، تذكر شيء من الخطبة، يقول مثلا مسألة كذا، هذا إيش؟ يدل على ضبطه لشيء من الخطبة. فهو ضبط من ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أشياء، من ذلك أنه لما بلغ الجمار، هذا المقصود حتى بلغ الجمار، يعني حتى بلغ الجمار فوضع إصبعيه السبابتين. وهذا معنى وضع إصبعيه السبابتين، انظر هنا هكذا، واحدة في وجه الأخرى. تخيل أنه لو كان بين إصبعي السبابتين يعني قطعة حمص مثلا، حبة حمص، ما الذي سيحصل؟ ستكون بين السبابتين، تحجب بينهما. فإذا شددت السبابتين ثم حنيت الأولى، حنيت التي في الخلف، وشددتها حتى قذفت بها، ما الذي سيحصل؟ ستنطلق مسرعة، هذا اسمه إيش؟ الخذف. طيب، هل نحن نرمي بهذه الصورة؟ لا، وإنما يقصد عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك باللفظ وتوكيد اللفظ بإيش؟ بالفعل. يعني حصل خذف، يعني انتبهوا، اللي أنتم ترمونها بإيش؟ بهذه، لكن نحن لا نرمي الجمار بها، ولكن هذا يسمى التوكيد اللي بالفعل، أو التوكيد الفعلي، في توكيد لفظي وفي توكيد فعلي. هذا التوكيد الفعلي، هذا التوكيد الفعلي. فقال لهم: مثل حصى الخذف، أو بحصى الخذف، ولم يقصد ارموها خذفا، بحصى الخذف، وإنما ترمى بين السبابة والإبهام وليس بين السبابة والسبابة الأخرى. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، يعني في مسجد إيش؟ الخيف، لأن الخيف هو الذي في مسجد الخيف، فقد في مقدم المسجد. وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. طيب، نعم. في نسخة يقول: فوضع إصبعي السبابتين في أذنيه، يعني إيش؟ يعني بهذا الشكل. هذه نسخة موجودة، ولكن من العلماء من ذكر كما شرحنا لكم قبل قليل أن المقصود بالسبابتين هكذا، وأجاب عن هذا الحديث بأنه تأكيد فعلي، وهذا المقصود بالخذف. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخذف، وهو أن يضع حصاة بين إصبعي السبابتين وإيش؟ وأن يرميهما. ومعروف قصة الصحابة، من الذي أخبر بالقصة وبعد ذلك هجر الذي أخبره لما رأى يقذف مرة أخرى. الشاهد من الكلام أن الخذف منهي عنه على كل الأحوال، يعني لا ينبغي أن يخذف بما بين السبابتين، وإنما هو فقط للبيان. هناك نسخة أن وضع إصبعي السبابتين في أذني، ولا أعلم ما هي مناسبة هذه النسخة. اذكر قال ابن زاد: في نسخة لأبي داود في أذنيه، وإنما فعل ذلك ليكون أجمع لصوته في إسماع خطبته، ولهذا كان بلال يصنع يضع إصبعيه في صماخي أذنيه في الأذان. وعلى هذا ففي الكلام تقديم وتأخير، وتقديره هو وضع إصبعيه السببتين في أذنيه حتى بلغ الجمار. على هذه النسخة
على هذه النسخة يكون هناك تقديم وتأخير، يعني ليس هذا موضع كلمة فوضع أذني في سبابتي في أذني، يكون الموضع أنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع أصبعي السببتين في أذنيه وبقية حديث تأتي بعد ذلك، يعني يكون على فرض وجود هذه النسخة يكون هناك تقديم وتأخير في الحديث، وعلى عدم فرض وجود هذه النسخة فتكون مناسبة لقضية إيش ما ذكره بعض أهل العلم من أنه أكد حصل القذف بالفعل. ونقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.